طبعا بتختلف شدة أعراض المرض باختلاف الثقافات. فعلى سبيل المثال هنلاقي لو فلاح مصري في قارة في أقصى قرى الطريق، هنلاقي إن هو بيروح للدكتور بعد ظهور أعراض جامدة للمرض، وبعد المرض بيرتد عليه جامد جدا، وده بسبب إهماله للمرض وبسبب عدم وجود التقنيات الطبية اللازمة في الأماكن دي. إنما في سكان المدن هنلاقي إن المريض بيروح للدكتور بمجرد ظهور أول عرض للمرض، ده بسبب اختلاف الثقافات. مثال تاني لشدة أعراض المرض في حالة الدوار. الدور في الظروف أهم حاجة بتميزها المنتال ريتارديشن أو التخلف العقلي. فهنلاقي إن الأي كيو في الدول المتقدمة بيصل إلى 90%، إنما في الدول النامية بيصل إلى حوالي 50% فقط. والفرق ده طبعا بسبب عدم التدخل المبكر للعلاج، بسبب عدم وجود البرامج الطبية العلاجية في الأماكن دي، مع إنها موجودة في بعض من الدول النامية بس الأهل ما بيعملوش بيها لأنهم ما عندهمش خبرة عنها. خبرة الأطباء بتختلف في الدول المختلفة، فهنلاقي إن في عدد كبير جدا من العيانين بيفضلوا إن هم يسافروا للخارج لتلقي العلاج، لأن هم بيعتقدوا إن خبرة الأطباء بره بتكون أعلى وكمان مهاراتهم بتكون أحسن. في فرق في التدخلات العلاجية بين كل بلد وبلد، وده قايم على تطور البلد دي وتقدمها في شيء معين. فمثلا أنا عندي بلد زي إنجلترا مشهورة جدا بجراحات القلب، أما بلد زي ألمانيا فهي مشهورة جدا بجراحات العظام. لو جينا لتأثير الدواء في جسم الإنسان من بلد لبلد طبعا هنلاقيه بيختلف تماما على حسب عادات وتقاليد كل بلد. أنا دلوقتي عندي بلد زي مصر وان اوف ذا موست اندمج ديزيزز فيها هي الهيباتايتس. الهيباتايتس ده بالتالي هيأثر على كفاءة الكبد، فأنا لما هاجي أدي جرعة دوائية هديها باللوز دوز اللي هتديني الديزايرد افكت اللي أنا عايزاه، وبالتالي مش هتعملي توكسيك ادفيرس افكت. لكن بلد زي اليابان أكلتهم معظمها أعشاب، الأعشاب دي بتقلل امتصاص الأدوية من الجسم، فبالتالي لما هاجي أدي جرعة دوائية هديها بالهايز دوز اللي هتديني الديزايرد افكت اللي أنا عايزاه. في اختلاف بين البلاد في اللجوء لدكاتره او شيوخ، وطبعا ده based on the believing the presence of the psychiatric illness اصلا ولا لا. فعندنا بلد زي مصر بالنسبه لهم لو واحد جاله مرض نفسي واضطر ان هو يروح لدكتور نفساني بالتالي بتبقى وصمه عار والعيله كلها متضايقه وكده، فبيلجا لطرق اخرى وهي منها الدجالين والشيوخ، والمشكله ما بتتحلش، وبالتالي ان انا ما بعملش الانترفنشن بتاعي بدي والريزلتس ما بتبقاش كويسه. اما بلد مثلا زي امريكا فهم معترفين جدا بوجود المرض النفسي، خاصه المحسن عنده ديستربنس في البيهيفير بتاعه بيأثر على حياته وما كانش فيه اي ديزيز اصلا، فبالتالي بيروح للسكاتر، السكاتر ده بيبتدي يعالج له مشكلته والانترفنشن بيبقى بدري والريزلتس بالتالي بتبقى احسن. اما لو قارنا مصر ببلد زي السعوديه في حوار للشيوخ والدجالين هنلاقي ان السعوديه الريت فيها بيبقى عالي جدا عن مصر. ولو قارنا مصر والسعوديه بعمان هنلاقي ان في عمان الريت بتاعها بيبقى اعلى جدا من مصر والسعوديه، وده ناتج برضو عن الديكريز اوف اويرنس في حوار السيكاتريك النس. فبالتالي انا لازم اعترف انه في سيكاتريك النس وان انا لازم الجا لدكتوري النفساني في اي وقت وان ما فيهاش اي مشكله علشان ابدا الانترفنشن بدري والنتائج تبقى احسن وما ياثرش على حياتي. نوعيه الامراض الاكثر انتشارا من دوله لتانية، يعني مثلا مرض زي الزهايمر منتشر اكتر في اليابان لان متوسط اعمارهم هناك فوق 90. ولو افتكرنا من كلام الكوميونتي ان في الدول الناميه معظم الوفيات نتيجه لامراض معديه، اما في الدول المتقدمه بيكون معظم الوفيات نتيجه لامراض مزمنه، وده بيرجع لتجهيزات المستشفيات، وجود التطعيمات، نوعيه الاكل، اهتمام بنظافه الاكل والميه. طبعا بتختلف شكل الاعراض المرض الواحد من دوله للتانيه على حسب ثقافه المريض وعلى حسب ثقافه البلد دي. يعني مرض زي السكيزوفرينيا وهو من الامراض المنتشره في العالم، لو جه في عيان امريكي مثلا هيجي يشتكي من ان في كائنات فضائيه خطفته او مضطهداه تسرق افكاره، انما لو جه في عيان مصري هيجي يقول ان هو مثلا هو المهدي المنتظر. تختلف الجوده الصحيه اللي بتقدمها البلاد المختلفه من بلد لبلد ثاني. مثلا في البلاد المتقدمة بيكون الجودة الصحية عالية جدا، البلاد النامية الجودة الصحية فيها بتكون قليلة. وعلى فكرة مش شرط خالص ان تكون الحالة الاقتصادية للدولة عالية، مثلا في كوبا الحالة الاقتصادية للدولة قليلة جدا، انما هما قدروا بطرق معينة انهم يقدموا خدمة صحية بجودة عالية، بحيث ان كل الناس بقت دلوقتي تروح من دول العالم المختلفة لكوبا عشان تشوف هي بتقدم ازاي الخدمة الصحية دي بالجودة العالية دي. كمان الدول المتقدمة دلوقتي بدأت تعمل حاجة اسمها بروتوكول، البروتوكول ده هو مجموعة من الإرشادات العامة عشان يعملوها عشان يحاولوا ينقذوا العيانين في حالة اللي هم في حالات الإمرجنس. بتختلف الوسائل التشخيصية الحديثة تكونها متاحة أم
دولة تانية أو من أماكن في أماكن مختلفة في نفس الدولة. مثلا في نفس الدولة بتختلف من القرية للمدينة. في المدينة تكون الوسائل التشخيصية الحديثة متاحة جدا وبصورة أكبر وسهل الوصول إليها، فبالتالي بياخدوا المواطنين خدمة أحسن وبتكلفة أقل. إنما في القرية الوسائل التشخيصية الحديثة بتكون أقل إتاحة، صعب الوصول إليها، وبالتالي المواطنين ما بيحصلوش عليها في الوقت المناسب، وبالتالي بياخدوا خدمة أقل.